الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع برنامج فتاوى طبية. موعدنا اليوم مشيئة الله تعالى مع بعض الأسئلة التي يتساءلها بعض المسلمين، ومنها: ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة، وما حكم تحديد الحواجب؟ تحدثنا قبل ذلك في مثل هذه المسألة، وتحدث كثير من العلماء والدعاة فيها. فشعر الوجه، هناك شعر ينبت في مناطق معروفة زي الحاجبين زي الرموش ونحو ذلك بالنسبة للمرأة، وزي اللحية والشنب بالنسبة للرجل. فالشعر إذا نبت في موضعه فلا يجوز للإنسان أن يمحوه أو أن يزيله إلا إذا كانت هناك أسباب طبية تدعو إلى ذلك. أما الشعر الذي ينبت في غير موضعه فإنه يجوز للإنسان إزالته، زي الشعر بيطلع مثلا أعلى الخدين أو أسفل الحاجبين أو أعلى الحاجبين في الجبهة أو نحو ذلك، فأيما شعر نبت في غير موضعه جاز للإنسان أن يزيله. فبالنسبة للمرأة، إذا كان الشعر دوت نابت في غير موضعه زي ما قلنا الحاجبين أو الرموش، فيجوز لها إزالة الشعر النابت في الوجه سواء كان ذلك مرئي أو غير مرئي، وهذا من شيمة المرأة، وهذا من قبيل النظافة التي هي من الإيمان. أما بالنسبة للحاجبين فالحاجبين من خلقة الله عز وجل، والله عز وجل بيّن أن من أفعال الشيطان أنه يغوي الإنسان ويغريه بتغيير خلق الله تعالى، فقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فبين الله تبارك وتعالى أن من إغواء الشيطان وأمره للإنسان بمعصية الله تبارك وتعالى أنه يدعوه إلى تغيير خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات والواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهذا الحديث ورد فيه لعن أفعال تقوم بفعلها المرأة وتؤدي إلى تغيير خلق الله عز وجل. الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر زي الباروكة أو تربط شعرها بشعر تاني، ويؤدي ذلك إلى إطالة الشعر وإلى تغيير الوضع الذي تكون عليه المرأة في الحقيقة. هذه الواصلة التي تقوم بإضافة الشعر إلى المرأة، المستوصلة التي تطلب ذلك، الواشرة التي تفلج أسنانها اللي بتوسع ما بين سنانها عشان دوت بيزيدها في الحسن والبهاء، فالواشرة اللي بتعمل كده، والمستوشرة اللي هي المعمول فيها اللي بتطلب ذلك، والنامصة اللي هي بتشيل الحواجب، الكوافيرة أو الست اللي بتقعد تشيل شعر الحواجب، والمتنمصة اللي هي بتطلب ان يتعمل فيها ايه كده. فده كله بيؤدي الى تغيير خلق الله. فاذا كان الحاجب طبيعته كويسة وشكله مقبول وليس فيه تقبيح لوجه المرأة أو أذى لها، فما فيش داعي أن هي تعمل كده. واتفق جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من حاجبها شيئا. وذهب بعضهم منهم الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز بأمر الزوج، إذا كان ذلك بنية التزين للزوج والزوج هو الذي أمر بذلك، ففي هذه الحالة يجوز. أما ما يفعله بعض النساء أو البنات إن يشيلوا الحواجب خالص ويرسموها بالكحل أو بالحنة أو بنحو ذلك، فهذا تغيير لخلق الله ومعصية لله تبارك وتعالى، فلا يجوز للمرأة أن تقدم عليه أو للبنت أن تقدم عليه، ولأن ذلك سيكون فيه إقدام على معصية الله تبارك وتعالى، وسيكون في ذلك تغيير لخلق الله، وهو طاعة للشيطان ومعصية للرحمن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته. سؤال آخر: ما حكم منع الزوج
زوجته من زيارة أقاربها وصلة رحمها. نعلم جميعا أن صلة الرحم من الأعمال التي أمرنا الله عز وجل بها في القرآن الكريم، فقال تعالى: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فصلة الرحم هي التي أمر الله عز وجل بها أن توصل. وجاء في الحديث القدسي أن الله خلق الرحم واشتق لها اسما من اسمه، فلما خلقها تعلقت بالعرش وقالت: أعوذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. وبين الله عز وجل في القرآن الكريم عقوبة قطع الرحم وقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين أن هؤلاء الذين يقطعون الأرحام يتعرضون للعنة الله عز وجل ويتعرضون للعقاب الوارد في هذه الآية: فأصمهم وأعمى أبصارهم. أما مسألة بقى منع الرجل زوجته من صلة رحمها، فهذا لا يجوز للرجل أن يفعله ولا يجوز للمرأة أن تستجيب له. فالحديث يقول: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في معروف. يعني للزوجة أن تطيع زوجها في معروف يأمر به الشرع. أما إذا كانت أوامر الزوج في معصية الله عز وجل وفيما نهى الشرع عنه، فإنه لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، ولا يجوز له أن يأمرها بما فيه معصية. فلها أن تصل رحمها ولو بدون علم زوجها، لأنها مأمورة من قبل الله عز وجل بصلة رحمها. فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة رحمها. نقول بقى طيب إذا ما كانت هذه الصلة تترتب عليها أضرار ومفاسد بالغة، فنحاول أن نحد هذه المفاسد وأن نحجم هذه الأضرار، وأن تكون الصلة على أقل قدر ممكن حتى لا ينطبق علينا الوعيد الوارد في الآية لمن يقطعون الأرحام. فنعمل فتبقى الزيارة سريعة، يبقى في اتصالات بالتليفون. إذا كان الزوج ما بيحبش الناس دي تيجي عنده في البيت، شايل منهم، بعد محاولات الإصلاح ما جابتش نتيجة، كل ما يروحوا عنده البيت يتسببوا في مشكلة، فخلاص يبقى ما يمنعهاش ان هي تروح. ممكن يمنعهم ان هم يجوا عنده في البيت، الناس دول ما يدخلوش بيته، وهو بيته وهو حر فيه، والكلمه الاولى والاخيره للرجل في هذا البيت. فيقول لها: انا مش عايز الناس دي تخش بيتي. وده من حقه عليها: الا يوطئن فروشكم احدا تكرهونه الا باذنكم. فلا يجوز للمراه ان تدخل احدا في بيت زوجها الا باذنه. فاذا كان الزوج لا ياذن بدخول هؤلاء الناس في البيت فله ذلك، ومن حقه، محدش يقدر يقول له لا. من حقه أن يمنع أي حد يخش بيته، خاصة إذا رأى أن هذا الشخص الذي يدخل البيت سواء كان رجل أو امرأة من أقارب الزوجة يترتب على دخوله مفاسد، ومجرد ما بيمشي بيعرف أن كان فيه الشخص ده موجود هنا. ففي الحالة دي يجوز لي أن هو يمنع هذا الشخص، ويجب على المرأة أن تطيع الزوج. خلاص أنا مش عايز الشخص ده يخش، يبقى ما يخشش البيت. طب الشخص دوت من صلة الرحم الواجب على المرأة أن هي تصلهم وأن هي تزورهم، يقول لها: روحي زوريهم أبوك أو أمك أو أخوك أو أختك، بس ما يجوش عند البيت. ولما تروح تزورهم هي بقى تحاول تحافظ على العلاقة، ما تطولش في الزيارة، ما تسمعش الكلام اللي بيتقال لها يشيل نفسها من جوزها، أو يوقع ما بينها وما بين جوزها، أو يفسد العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها. يبقى تروح تزورهم وتصل الرحم في أضيق الحدود، مراعاة لحق الزوج ومراعاة لحق الشرع الشريف، ونحافظ على العلاقات ونحافظ على صلة الرحم دون أن يؤدي ذلك إلى المفاسد أو إلى الأضرار. سؤال آخر: ما حكم النذر وما كفارته وكيفية إخراجه؟ النذر هذا معناه أن الإنسان يوجب على نفسه طاعة لله عز وجل، يوجب على نفسه عمل ربنا ما أوجبوش عليه. بمعنى إيه؟ إن هو يقول: إذا ابني نجح نذر علي أن أنا أعمل كذا،
او اذا ابني او بنتي خف وشفي فالنذر عليا ان انا اعمل كده. فالنذر دوت معناه ان الانسان بيجعل على نفسه واجب وحق لله تعالى في مقابل شيء. والنذر ده طبعا يعني اذا الانسان نذره لازم ان هو يوفيه، لان الله عز وجل امر بالوفاء بالنذر، فقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فيجب عليه اذا نذر شيئا ان يوفيه. ولكن عندنا انواع للنذر، هناك نذر طاعه ونذر معصيه. فنذر الطاعه يجب على الانسان ان هو يوفيه، لان الله عز وجل امر بالايفاء بالنذر، فقال: وليوفوا نذورهم، ومدح هؤلاء الذين يوفون بالنذر، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فمدح هؤلاء الأبرار من عباد الله الصالحين من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مدحهم بهذه الصفة، وهي صفة الوفاء بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فإذا نذر الإنسان نذر فيه طاعة لله، يعني نذر ان هو يصوم، ان هو يصلي، ان هو يحج، ان هو يعتمر، ان هو يزور اولياء الله الصالحين، ان هو يذبح ذبيحه لله، ان هو يعمل اكل ويفرقه لله، فدي كلها اعمال طاعه. فاذا نذر الانسان على نفسه هذا النذر فيجب عليه ان يوفي بالنذر، ويجب عليه ان يخرج ما وفاه، ما دام ذلك في طاعه الله عز وجل. يجي بقى بعض الناس يسال: انا نذرت ان انا اذبح يبقى لازم يذبح، انا نذرت ان انا اطلع اكل بس ما قلتش اذبح يبقى يجوز ان هو يشتري كيلو لحمه ولا 2 كيلو لحمه ولا حاجه زي كده ويعمل اي اكل ويطلعه. يبقى النذر موكل بالمنطق، اللفظ اللي الانسان نطقه والزم نفسه بيه ينبغي ان هو يوفي بيه. انت اللي الزمت نفسك وانت اللي تلفظت بهذا اللفظ، يبقى ينبغي عليه ان هو يلتزم بما وفى به، بما نذر به لله وبما ألزم به نفسه، يبقى يخرج زي ما هو إيه قال وزي ما تلفظ. بعض الناس بيحاول بقى يغير، لا ما تغيرش. بعض الناس بيسأل برضه في النذر، يقول لك: طيب النذر ده بياكل منه الشخص اللي نذره أو أهل بيته؟ يقول له: لا، النذر يختلف عن الأضحية ويختلف عن العقيقة وعن هذه الإيه الذبائح الأخرى. فالنذر يخرج كله لوجه الله تبارك وتعالى، الفقراء، اليتامى، مساكين، ابن السبيل، للجيران، للأقارب إذا كان ينطبق عليهم وصف الفقراء والمساكين. فالنذر ما بيأكلش منه الشخص النذر ولا يأكل منه أهل بيته. النذر إنه يذبح ذبيحة يبقى يطلعها كلها لله، نذر إنه يعمل أكل يبقى يطلع الأكل كله لله، وهكذا. يبقى النذر ما بياخدش منه الناذر ولا أهل بيته، تمام. في برضه فيما يتعلق بالنذر بيقول لك مثلا: أنا نذرت بس مش فاكر أنا نذرت إيه. في الحالة دي يبقى في عندنا مسلكين: إنك تطلع أي شيء، وده برضه لو واحد نذر نذر بس يقول لك: أنا ما حددتش في النذر بتاعي إيه. إذا كنت ما حددتش يبقى أنت إيه سبت الأمر مفتوح وسهل على نفسك. يبقى لو طلعت أي شيء لله يبقى أنت كده وفيت إيه بنذرك. فإذا الإنسان ما حددش يجوز إنه يطلع أي شيء، وإذا الإنسان كان ناسي النذر بتحديده، أنا مش فاكر أنا قلت إيه، يبقى يجوز إنه هو يطلع أي شيء. كذلك برضو عندنا إن الإنسان نذر نذر ومش قادر يوفيه، عجز عن الوفاء به، ففي هذه الحالة يجوز له أن يخرج عن هذا النذر كفارة يمين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. فيجوز للإنسان إذا ما عجز عن الوفاء بالنذر أن يخرج عنه كفارة يمين. ويجوز له أيضا إذا نسي النذر ثم تذكره ولم يتذكر تحديده، يجوز له أن يوفي بأي شيء أو أن يخرج عنه أيضا كفارة يمين. كذلك الإنسان حينما
ينذر النذر، فإنه إذا كان حدد له وقت يبقى يخرجه في الوقت اللي حدده بيه. طب الوقت جه وما قدرش ان هو يوفي في الوقت الايه المحدد، يبقى يجوز له في هذه الحالة ايضا ان يخرج عنه كفارة يمين. طب ايه هي بقى كفارة اليمين؟ كفارة اليمين ما ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى: فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. فالنذر يتم السلوك به مسلك اليمين، ويتم اخراج كفارة عنه في حالة العجز او في حالة النسيان اذا كان الانسان لا يستطيع ان يتذكر ما هو النذر الذي نذره. كفارة اليمين زي ما الآية قالت إطعام 10 مساكين، إنه يجيب أكل ويطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، يعني من أفضل الأكلات اللي بتأكلها لأهلك ولنفسك. يعني ممكن يبقى فول وطعمية إذا كان دوت أفضل حاجة، وإذا كان دوت هو المتيسر ليك، أو ممكن يبقى فتة ولحمة ورز أو نحو ذلك من الأكلات الطيبة الإنسان بيأكلها هو وأهل بيته. المهم انه يوفي بالنذر او يخرج الكفاره بتاعته اذا عجز عن الوفاء به، او كسوتهم او تحرير رقبه. فمن لم يجد، الانسان اللي مش لاقي بقى انه يطلع الكفاره على هذا النحو من اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، اذا عجز ولم يتيسر له ذلك فكفارته اطعام 10 مساكين. فاذا لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. فصيام 3 أيام، ويجوز لي أن يصوم 3 أيام متفرقة، ويجوز لي أن يصوم 3 أيام متتابعة، فدوت يكون بذلك كفر عن نذره. أما النذر الذي لا يجوز للإنسان أن ينذره ولا يجوز للإنسان أن يوفي به، فهو نذر المعصية. الإنسان ينذر نذر معصية، يقول انا نذر عليا لو شفت الشخص ده هضربه بالنار، او نذر عليا لو الاهلي كسب الزمالك او الزمالك كسب الاهلي او مش عارف ايه، ان انا همسك كل الناس ديت وارش عليهم كذا. فاذا كان النذر فيه معصيه فلا يجوز للانسان ان يوفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. يعني النذر ان هو يعصي ربنا يبقى ما يعصيهوش. في معصية الله طبعا تكون بأذى بني آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالإنسان إذا كان النذر النذر وفي معصية لله تبارك وتعالى لا يجوز له أن يوفي بهذا النذر، وفي هذه الحالة يخرج كفارة إيه؟ يمين، ولا يوفي بهذا النذر. وعموما فقد نهى الشرع الشريف عن النذر، وبين أن النذر إنما يستخرج به من البخيل. في بعض الناس عندهم عقيدة كده إن هو لما ينذر النذر ده الحاجة دي هتتحقق، كأن ربنا ما بيحققش الحاجة إلا لما الإنسان يقدم له نذر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغير شيئا من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني النذر ما بيغيرش شيء في القدر، لا هيقدم المتأخر ولا هيأخر المتقدم، ولا هيزود القليل ولا هيقلل الكثير، ولا هيغير من الواقع شيء. فيجب على الإنسان أن يعلم أن القدر مكتوب، واللي بيحصل لما الإنسان بينذر النذر ده ده بيبقى مكتوب ومقدر برضه. ولذلك الحديث قال إنه لا يغير من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني في إنسان بخيل وشحيح ما بيطلعش صدقات، ما بيطعمش الطعام، ما بيساعدش الفقراء والمساكين، فيقوم يصاب بشيء ينذر النذر علشان يطلع للفقراء والمساكين. فالإنسان يخلي دايما إيده كريمة وسخية بالعطاء للفقراء والمساكين، ولا يلجأ إلى النذر، ويعلم أن الله عز وجل يعطيه ما فيه الصالح ويمنع عنه ما فيه الفساد له. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذا فيما يتعلق بالنذر. كذلك لو الإنسان نذر نذر فوق طاقته مش قادر إنه يطلعه، فيخرج عنه إيه؟ كفارة يمين. هذا فيما يتعلق إيه؟ بالنذر.
سؤال آخر عن حكم الإيمان بالمهدي وما علاماته. المهدي هذا رجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج في آخر الزمان، يعني في الفترات اللي هي قبل قيام الساعة. طبعا احنا عندنا الساعة أو القيامة هذه لا يعلم حقيقتها وموعدها إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل للساعة علامات، كما قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وكما قال تعالى: فقد جاء أشراطها. فبين أن أشراط الساعة هذه تدل على قرب قيام الساعة أو قرب يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا من هذه العلامات الكثير، وقسمها العلماء إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى كثيرة وظهر منها الكثير، منها على سبيل المثال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الناس اللي كانوا عايشين في خيم واللي كانوا بيشتغلوا برعي الغنم تلاقيهم دلوقتي عايشين في أبراج وناطحات سحاب وبيتطاولوا في البنيان. برج يبني في مدينة تلاقي ناس في المدينة التانية عايزين يبني برج أعلى منه، كما في كثير من بلاد العرب ودول الخليج. فهذه من علامات الساعة الصغرى. وأن تلد الأمة ربتها، إن الأولاد يعاملوا آبائهم وأمهاتهم معاملة أسياد للعبيد، تلاقي الأم بتعامل بنتها كأن هي سيدتها وإن الأم خدامة عندها. فهذا أيضا من علامات الساعة الصغرى، وهذا يدل على العقوق وانتشار العقوق بين الأولاد ذكور وإناث وبين الآباء والأمهات. فهذه من العلامات الصغرى. كذلك من العلامات الصغرى كثرة القتل، وده بقى موجود، وانتشار الزنا، نسأل الله العفو والعافية، وانتشار الخمر وتسميتها بغير اسمها، هذا أيضا من العلامات الصغرى إلى آخره. أكثر العلامات الصغرى ظهرت. أما العلامات الكبرى فحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وعد منها خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم وخروج الدابة وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان وطلوع الشمس من مغربها. هذه 10 علامات. ال10 علامات دول هي العلامات الكبرى. قبل العلامات الكبرى دي ما تظهر، في شخص هيظهر اسمه المهدي، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مهدي، وبأنه يتشابه مع النبي صلى الله عليه وسلم في اسمه، فيكون هذا الرجل اسمه محمد ابن عبد الله على اسم سيدنا النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الرجل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: المهدي من عثرتي من ولد فاطمة. فيكون هذا الرجل من ولد السيدة فاطمة، يكون جده أو نسل من نسل الحسن ومن نسل الحسين من جهة أبيه ومن جهة أمه، من نسل الحسن والحسين، وأنه يتشابه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأخلاق وفي كثير من الخلق، فيكون أقنى الأنف، واسع العينين، أكحل العينين، أزج الحاجبين، الحاجبين عنده يكونوا إيه يعني دقيقين كده ومفصولين من النص من هنا، وأجلى الجبهة، يعني الجبهة بتاعته واسعة، ويخرج على حين اختلاف بين الناس، زي الحالة اللي احنا فيها دلوقتي، اختلاف ما بين المسلمين وبعضهم، ما بين السنة والشيعة، وصراعات في بلاد العرب، وقتال وانهيار في الأنظمة والحكومات إلى آخره. فيخرج على حين اختلاف ما بين المسلمين وبعضهم، فيحتاج المسلمون في هذه الحالة إلى من يوحدهم وإلى من يجمع بينهم ويؤلف بينهم، فيرزقهم الله عز وجل بهذا الرجل من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا ساعة لبعث الله رجلا من عثرته من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فيخرج المهدي ويخرج دون أن يعلم أنه هو المهدي، ودون أن يدعي، لأن في ناس كتير تطلع كده ما بين وقت وآخر تقول لك أنا المهدي. لا، هو المهدي نفسه مش هيقول أنا المهدي، واللي هيعرفه العلماء
الأجلاء هيعرفوه بهذه العلامات التي وردت في الأحاديث والنصوص، والأحاديث والنصوص اللي تحدثت عن المهدي كثيرة حتى وصلت إلى درجة التواتر، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 صحابيا، وألف كثير من العلماء كتيبات وكتب ورسالات وكراسات كده في صفات المهدي، القول المختصر في علامات المهدي المنتظر. فهذا رجل من عثرة النبي ومن ذريته، ويكون مهمته هو أن يملأ الأرض عدلا ويوحد المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويعيد إلى المسلمين الوحدة والألفة، ويلقي الله عز وجل عليه المحبة، ويلقي في قلوب الناس طاعته والسير خلفه بإذنه الله تبارك وتعالى. فنحن ندعو الله عز وجل أن يوحد المسلمين، وأن يجمع بين صفوفهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يكفيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصرهم على عدوهم من القوم الكافرين والمنافقين، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.